والله بنات الناس المحترمات وبنات العوائل حدهم انكثروا عشر في البيت. لا شيخة تكفين، خليها الساعة 7. انت قاعدة تطنزين؟ ايه قاعدة تطنز. تنطقين؟ اقول ترى انا عندي ام تحاسبني، انت ما لك شغل فيني. غصبا عليك لي شغل فيك، اختك الكبيره وشايلتكم وشايله هم امي لانكم بتوقفون قلبها. غصبا عليك تسمعين الكلام، سمعتي ولا لا؟ لا حبيبتي ما سمعت وما لك شغل فيني. يعني انت ما راح تعدلين؟ ليه بتظلين كذي؟